بسم الله الرحمن الرحيم. تأملوا بوابات سماوات العقل. نجلس جلسة مريحة، يفضل على وسادي بحيث نخفف ضغط عن الركبتين، عن الرجلين، أو على كرسي بحيث يتلامس القدمان مع سطح الأرض وتكون الركبتان متوازيتان مع القدمين أيضا بدون انفتاح زائد أو انغلاق زائد. بيتشكل من الرجلين شكل رقم 11، ومن الذراعين شكل رقم 11، والجسم منتصب العمود الفقري وكأنه قائم بحقيقة الإنسان القوام على تربة عالم السطح. نغمض العيون ونراقب التنفس بحيث يكون بنظام موازي لهذه البوابة الكونية اللي يعبر عنها بتكرار الرقم 1 4 مرات. الواحد رمز المعلومة الأولى، البدعة الأولى، العقل الأرفع، العقل الشامل، العقل الكلي الذي فيه كل معلومات الكون، وبتكراره 4 مرات يرمز لوجود هذه المعلومة في عالمنا المادي. فكنا نحن كما نرى ببصيرتنا الآن، اللاوعي بنا يفهم معنى هذا الكلام أكثر من وعينا الحسي. كل حركة، كل وضعية ونظام تنفس، وكل كلمة، وكل تقاطع زماني مكاني بقدر وحسبان، فقد خلق الخالق الخلق بنظام محكم وفعل متقن. نردد الصدى، صدى هذه البوابة من خلال التنفس، بحيث بيكون الشهيق على مرحلتين متتاليتين، شهقتين متتاليتين، والزفير بنفس الأسلوب. مثلا شهيق حسب الطول أو القصر اللي بدنا إياه للموجة. مثلا عدي بعدي مباشرة، ثاني ثاني شهيق، ثم ثاني ثاني زفير، بعدين ثانيتين ثانيتين، أي ثانيتين ثانيتين شهيق شهيق 4 عدات صار، والزفير ثانيتين ثانيتين أيضا 4 عدات. الشهيق عم بيكون عبر الأنف والزفير عبر الفم،
شهيق عدتين بعدين عدتين زفير عدتين زفير الآن شهيق زفير نركز أربع مرات آخر أربع مرات شهيق مرتين زفير مرتين ثانيا شهيق زفير ثالثا زفير رابعا نلاحظ الحرارة المتشكلة نلاحظ الانضباط نلاحظ الترتيب القدري لمحرك نفسي سوف يقلع بعد قليل بقوة نفاثة من عالم سطحي لعالم علوي عبر بوابة كونية فيها تكرار للعدد واحد أربع مرات نستعيد مراقبة التنفس العادي بدون أي ضغط على النفس عادي وكأنه بلا هواء أصلاً البعض دخل بحالة الغبطة المقدسة بدون حاجة لهواء هذا النوع من التنفس بيشحن الطاقة الكونية بالإنسان لترتفع النفس مع البرانا مع الطاقة الحيوية لفتح بوابة السماء بداخلنا تسمو النفس بنا لتعود إلى عالمها إلى سماوات العقل راضية مطمئنة مستبشرة بسعادة الوعي ناخذ شهيق عميق زفير من أجل دوزنة آلات النفس وتنقية محركاتها النفاثة بالكف اليمين الإصبع الإبهام نغلق المنخر الأيمن بضغط خفيف على الأنف ضغط خفيف على الأنف والثلاثة أصابع الوسطى على العين الثالثة الإبهام على الأنف الأيمن الثلاثة أصابع بين الحاجبين والوسطى للأعلى مثلث على منطقة العين الثالثة بالأصابع الثلاثة الوسطى والخنصر حر أما الإبهام يلامس قليلا المنخر الأيمن الكف الأيسر مرتاح على
الركبة اليسرى أو الفخذ الأيسر، باطنه للأعلى ويتلامس الإصبع السبابة مع الإبهام بوضعية تشين مودرا، بحيث يتشكل دائرة من الإبهام والسبابة وثلاثيات الوجود مع الأصابع الثلاثة الأخرى. نحن بثلاثيات الوجود العالمي تحت وطأة الماضي والحاضر والمستقبل. سنرتفع إلى بوابة السماء من خلال العقل الشامل الذي يرمز له بتلاقي الإصبعين السبابة والإبهام الآن بشكل دائرة. هذه اليد اليسرى، اليد اليمنى، ثلاثة أصابع وسطى تتلامس على الجبهة بين الحاجبين والإصبع الأوسط أعلى، الطرفين المتشكلين من مثلث بقاعدتي الإصبعين الآخرين. سنفعل التنفس المتبادل لأهميته بفتح بوابة السماء من خلال التنفس الآن. خلينا نأكد على عدم ضغط المنخر الأيمن كثير، فقط إغلاق خفيف بيغلق. نبدأ تنفس من المنخر الأيسر بالزفير، زفير زفير عبر المنخر الأيسر، زفير أي خروج للهواء، زفير من لحظ البطن عم ينخمص للداخل، شهيق من الأيسر أيضا بهدوء بهدوء. بقدر ما تستطيع أن تمتد، بعدنا بالشهيق، بعد فترة بيتمرن الإنسان على أن يصبح بتنفس بطيء جدا كأفعى الكوبرا، وهذا بإذن الله وبقدر من الله يطيل العمر. وصلنا لنهاية الشهيق من المنخار الأيسر، نحبس النفس ثاني ثانيتين ثلاث لبين ما نبدل الوضعية بحيث نغلق المنخار الأيسر الآن بالإصبع الخنصر، ويصبح الإبهام الأيمن. طبعا كل العملية باليد اليمنى فقط، باليد اليمنى فقط. الآن حر المنخار اليمين، نبدأ بالزفير عبره 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 بقدر ما فينا من بطء، ومنلاحظ كيف البطن عم ينخنص للداخل، الحجاب الحائز عم يضغط الرئتين لأقصى حد عشان ما يبقى أي هوائيات بالنفس، إشارة لعدم إبقاء أي هوائيات أو فراغات ضدية بالنفس لكي تتفاعل المحركات النفاثة بها. الآن نبدأ من جديد بسحب الهواء من المنخار الأيمن عبر الشهيق، خلال الراقب، إرخاء الكتفين والرقبة لأن بصير في تشنج الآن، إرخاء الجسم بهدوء بهدوء بهدوء. كل واحد على حسب استيعابه الخاص. نتابع إذن. وصلنا نهاية الشهيق من المنخار الأيمن،
منحرك الإبهام الأيمن، نقفل المنخر الأيمن، من جديد نبدأ زفير من الأيسر. نتابع حسب إمكانيات كل شخص. مهم تنفس هادي منتظم بطيء قد ما فينا. نراقب الحرارة المتشكلة، نراقب إرخاء العضلات مع تركيز الفكر على هذا الهواء. تابع العملية طبعا. دوما نركز على إرخاء الرقبة، عدم تشنج عضلات الرقبة والكتفين الآن، حتى الذراع الأيمن نرقي عضلات اليد اليمنى، ومن راقب اليد اليسرى ثابتة على وضعية تشين مودرا أو وثلاث أصابع منسابة. مع الشهيق عم نتصور كيف البرانا عم تذهب من المنخار الأيسر للشق الأيمن من الدماغ. ومع الزفير من المنخار الآخر كيف نتاج الأكسجين في الشق الأيسر من الدماغ عم يطرح عبر المنخار الأيمن. ثم من جديد بالشهيق عبر الأيمن عم نرسل شعاع من النور بلون بنفسجي قدسي للشق الأيسر من الدماغ. ولما بده يصير في زفير عبر الأيسر، الشق الأيمن من الدماغ عم يطرد ترسبات من اللاوعي عبر الزفير. آخر مرة الآن، شهيق عبر المنخار الأيسر، منحس اللون البنفسجي القدسي عم يدخل للشق الأيمن من الدماغ، وبالزفير عبر المنخار الأيمن لون وردي قرنفل اللون عم يخرج مع الزفير، موضحا مقدار نقاء الدماغ فينا الآن. الشهيق من جديد بالمنخار الأيمن عم بصير شحن للقسم الأيسر من الدماغ بلون بنفسجي لطيف شفاف. من جديد الزفير عبر الأيسر عم تنطرد برمجيات السنين عبر لون قرنفلي وردي جميل جدا، لأنه بدماغنا ما في إلا النقاء. ما بقي عبر الزفير والشهيق أي شائبة ولا أي فجوة ضدية. نحن بجمال الواسع البديع الرحمن الرحيم، أنقياء نشعر بجمال اتساع الفكر عندما تنقى. نتوسع بفكرنا
أكثر عبر كل الجهات، للخلف، للأمام، لليمين، لليسار، توسع للأعلى. اليد اليمنى الآن مرتاحة بنفس وضعية تشين مودرا، مثل شكل اليد اليسرى. مرتخيين بالجسم، ناخذ شهيق عادي، نتصور لون البنفسجي عم بغذي الدماغ، والزفير لون وردي، الشهيق عم نشحن كل خلايانا العصبية، الزفير عم ترتخي الخلايا وعم بتوسع الفكر، توسع بكل الجهات، توسع باتجاه الأعلى، نشعر بزهرة لوتس رائعة الجمال، بنفسجية بلونها، قدسية بمنظرها. اللي مو قادر يتخيلها بشكل بنفسجي ممكن أبيض. تتفتح بألف تويجة، بألف بتلة، وهذا النقاء الفكري وهذا الاتساع نفتح عين الحق بنا، نفتح بوابة السماء، بهذا التقاطع الزماني المكاني المعبر عنه بنظام الواحد، ينفتح صحن فضائي من أنفسنا باتجاه الأعلى، بوابة السماء تنفتح بوعينا الآن، بعد أن ظننا الوهم بأن بوابة سماء خارجية ستنفتح لنسافر عبرها عبر الزمن، وإذ تقوم قيامة الحقيقة بنا الآن بفتح بوابة سماء العقل، لنسافر من نفسنا إلى نفسنا بلا زمن، فنحن الزمن والحياة والحق والبيت والباب، ونحن القفل والمفتاح. طالما أقفلنا جمال سماوات الوعي بأفكارنا ومشاعرنا وترسبات السنين، وبلحظة واحدة أدرنا المفتاح لفتح باب الحقيقة بأنفسنا، في مفصل زماني مكاني
ساعدنا بإشاراته. لنخرج من محدودية الجسد ونصبح بسماء قل هو الله أحد، في أرضه واحد، سبحانه لا وجود لغيره، وفي سمائه أحد لا صمدانية إلا له. نراقب التنفس من جديد، شهيق خفيف مع زفير خفيف بلون رائع الجمال، وكلما شهقنا من قداسة لونه البنفسجي تنشطت بنا محركات النفس القيومية، لترتفع بمعراج الحقيقة. فتشاهد طبقات الوجود وكلما اتسع الفكر بنا كلما ارتفع الوعي، كلما نظرنا من علن ويا جمال من نظر من علن. نحن بوعي كل الطبقات حتى المادية نستعيد إرخاء أي تشنج بعضلات الجسم المادي. ناخذ شهيق، نشحن توسع الفكر، مع زفير نشخي كل الخلايا والأعضاء فيتسع الفكر أكثر ويسافر عبر النجوم والمجرات والعوالم والأكوان بلا زمان، فهو بوعي دائرة العقل الأرفع التي مركزها في كل مكان ومحيطها في اللامكان. لا نسمع إلا صدى تسابيح النجوم ونون والقلم وما يصدرون،
ندرك مدى جهلنا بظلمة أنفسنا وظلمها في وادي هذا العالم، عندما نرتفع لهذا السمو ندرك كيف أن الإشارات العلوية بالمفاصل الزمنية، خصوصا مع توافق أماكن البوابات الكونية، خصوصا لمن وجد مكان البوابة ذات الرقم 11 في هذا الوقت بالذات، 11 11، نحن نشهد تفاصيل هذه الأرقام لأننا دخلنا بمحيط اللاوعي، فنستطيع من داخلنا أن نعي معنى سريان معلومات الكمبيوتر الكوني فقط بشفرة الزيرو واحد. الزيرو واحد هذه الشفرة غير المفهومة ضمن دائرة الدماغ القطبي، أما الآن بعد أن توحدت بنا الطاقات وارتفعنا لسماء الوعي حيث الشهادة من علي، الشهادة للذات التي لا تغيب، ندرك معنى أهمية الرموزات في شرائع هذا الوجود المادي، وكأننا بقمة جبل عال ننظر لسكان أهل الوادي، كم هم قلقون وخائفون ومهمومون ويحسبون حساب المستقبل ويتحسرون على الماضي، ونحن فوق الزمان والمكان نشهد مدى جهل الإنسان. الآن نفهم معنى أنه كان ظلوما جهولا، الآن نفهم معنى أنه حمل أمانة. هذه الأمانة هي هذا الكنز الداخلي بالوعي، فمن استطاع فتح باب هذا الكنز فهم عين المقصود. إذ يمر على الأرض دورات زمانية فيها معلومات بمفاصل معينة توحي من خلال العقل الباطن لعقلنا الحسي ما توحي، فكان هذا التاريخ 11 11، كل شيء بحسبان، والحيلة والقوة لمن اختبر، فالحقيقة بداخلنا، ومن رأى حلما فهو قد اختبر بدماغه الخاص، والآن نحن نختبر الحلم الكوني. نفوسنا مطمئنة، فقد وجدت راحتها. الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود أن تجد النفس ضالتها. الآن إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل أنتم واجدون؟ هي مانترا الزمن المقبل، نرددها
كل يوم، إما 11 مرة أو 111 مرة. إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل أنتم واجدون؟ لتثبيت هذا الاختبار العرفاني الذي فيه تحقيق لمعنى قيامة وعي الحقيقة بنا، الذي فيه بداية عصر الذهب وإيجاد الكنز المفقود بنا بداخلنا، نعقد العزم على ترديد هذه المانترا كل يوم ل 11 يوم أو 11 شهر أو 11 سنة، 11 دقيقة أو 11 مرة أو 111 مرة. هذه الأرقام لغة العقل الباطن، معناها أننا قد اختبرنا بحالة عرفانية داخلية معنى الحقيقة، ورأيناها بأم العين، أي عين البصيرة، أي عين العقل، أي عين الروح. وعندما نعود من هذه الرؤية العرفانية لكي نبقى بثبات وتواصل معها، سنردد: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، لأننا شهدنا. فهل أنتم واجدون؟ السؤال للذين لم يختبروا. نردد: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل أنتم واجدون؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل أنتم واجدون؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل أنتم واجدون؟ هذا الترداد يمكن أن يكون همس داخلي أو بصوت خارجي، 11 مرة. إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل أنتم واجدون؟ وقد جاء نصر الله بفتح جديد، قد جاء نصر الله بفتح جديد. إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل أنتم واجدون؟ ناخذ شهيق، نستعيد وعينا الحسي، زفير، نحس بوجودنا المادي شوي شوي بالتدريج، لمن أراد الاستمرار يستطيع بثبات الوضعية أو باستلقاء، لا مشكلة، لا مشكلة على من يستلقي إذا تعبت به العضلات. بأي تأمل كان، شهيق، ننوي فتح العيون لمن أراد. بعد نصف دقيقة من الآن نحن نردد صدى: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل أنتم واجدون؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل أنتم واجدون؟
إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل أنتم واجدون؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.